ننتقل إلى زميلي باسم أبو العنين من محافظة المنوفية. يعني الصورة بالتأكيد بتكون خير دليل على المشاهد الانتخابية وهذا الإقبال غير المسبوق من المواطنين المصريين على المقار الانتخابية. ماذا لديك باسم أبو العنين في كافة المقارات الانتخابية في محافظة المنوفية؟ وهل هناك ازدحام في الساعة الأخيرة أم قل الازدحام؟ بعد تحية إليك من شبين الكوم عاصمة المنوفية. نعم، كان يوما لم يكن يعني لمجرد التصويت الانتخابي فقط، وإنما كان يوما احتفاليا احتشد فيه المواطنون أمام اللجنة الكائنة هنا التي نتواجد بها الآن، لجنة مدرسة الشهيد نقيب أحمد عبد الرحيم أو مدرسة الثانوية بنات سابقا. هذه اللجنة التي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا، وكان المواطنون يحتشدون أمامها منذ الصباح الباكر في استهلالة التصويت على انتخابات الرئاسة 2024. طبعا مظاهر الفرحة كانت بديعة للجميع، وكان الجميع يعني يهتفون لمصر ويسعدون كثيرا بأنهم يشاركون في هذا العرس الديمقراطي وهذا الاحتفال وهذا الحق الدستوري الذي أصبح المواطن المصري يعي تماما أن صوته أمانة وأن كلمته يعني بالعامية الكلمة تفرق، وأصبح يدرك تماما أن تصويته ليس مجرد يعني سد خانة، وإنما هو أمانة تحتم عليه أن يذهب إلى اللجنة وأن يدلي بصوته. هنا في هذه المدرسة التي تعتبر في عاصمة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم، ومحافظة المنوفية تلك المحافظة التي يصل تعداد سكانها إلى 4,700,000 نسمة، ويصل عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات إلى نحو 2,000,000 وأكثر قليلا من النصف مليون مواطن لهم حق الإدلاء بالتصويت. كانت المظاهر في الفترة الأولى الصباحية التي امتدت من الساعة 9 وحتى 3 عصرا كان معظم المواطنين الذين جاءوا إلى هنا للتصويت من الفئات الأكبر سنا، وأيضا من هؤلاء ذوي الهمم ومن كبار السن، وقد تواجدت باللجنة هنا يتواجد المتطوعون الذين أتوا بالكراسي بالعجل المتحركة لمساعدة كبار السن أو من لا يستطيع الحركة للدخول والخروج إلى اللجنة. اللجنة افتتحت أبوابها في 9 صباحا من دون أي معوقات أو دون أي مشاكل، وأغلقت أبوابها في 3 واستأنفت العمل مرة أخرى في 4. طبعا المظهر السائد لي فيما بعد المرحلة أو الفترة الثانية كان توافد يعني فئة العمال أو الموظفين الذين انتهى دوامهم، وبالتالي كانت هذه الفترة المناسبة جدا لحضورهم، خصوصا وأن الانتخابات تتزامن مع يوم الأحد أول أيام الأسبوع. محافظة المنوفية من المحافظات التي توجد بها كثافة كبيرة في الإدلاء بالأصوات والمشاركة في الانتخابات المختلفة، وخصوصا هذا الاستحقاق الكبير أو الأكبر كمان من نوعه، وهو استحقاق التصويت على منصب رئيس الجمهورية. طبعا لدينا هنا اليوم أيضا شهد يعني فريقا من المفوضية الاتحاد الأفريقي للرقابة والمتابعة على الانتخابات، ولدينا هنا يعني زخم حتى هذه اللحظة، يعني نحن نقترب. واضح من الصورة خلفك باسم يعني وجود عدد كبير من المواطنين. ازدحام كما ترين حتى في الخلفية. نعم جدا. يعني أسألك يا باسم، ذكرت بأن المنوفية بها كتلة تصويتية كبيرة، هل لاحظت أن لديهم وعي بقواعد وضوابط العملية الانتخابية والإرشادات منذ معرفة يعني المقر الانتخابي ثم التوجه إليه ثم الدخول إلى اللجنة للإدلاء بالصوت؟ هل لاحظت هذا الوعي؟
طبعا يعني من السمات المهمة والبارزة والتي ينبغي يعني توضيحها وإبرازها على هذا الوعي الذي أصبح لدى المواطن المصري بصفة عامة، أنه لا يجوز توجيه الناخب بصفة عامة نحو انتخاب أو اختيار مرشح بعينه، لا يجوز رفع لافتات مؤيدة لمرشح عن الآخر، لا يجوز يعني مثلا تشغيل أغاني أو رفع هتافات تخص أحد دون غيره. الموضوع هذا يعني يكاد يكون سر بين كل مواطن ونفسه، لا يوجد أحد أمام اللجنة يعني أعرب عن ما في نفسه أو قال للآخر أو وجه الآخر، ولا يوجد أحد يوجه الآخر. الموضوع بمنتهى الشفافية وأمام الجميع، رأيته بعيني ويعني رآه الوفد القادم من مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي كان يتجول خارج وداخل اللجنة بمنتهى الأريحية، ويعني لوحده، لا يوجد أحد يوجهه ولا يوجد أحد يفرض عليه مكان دون الآخر. المكان كان جميل، كان فعلا يطلق عليه ليس استحقاق انتخابي فقط وإنما كرنفال يحتفل فيه المصريون، لا يحتفل المصريون فقط بالانتخابات وإنما بهذه الدرجة الراقية التي وصل إليها المصريون من الوعي والإدراك أنه يختار من يشاء وأنه لا يفرض أحد عليه أي شيء وأنه لا يريد إلا شيء واحد فقط يضعه نصب عينه، وهو مصلحة مصر، مصلحة هذا الوطن، ويعني الارتقاء بهذا الوطن واستكمال هذه المسيرات يعني الإنمائية لهذا الوطن. نعم، وليس هذا بغريب على شعب مصر العظيم. شكرا جزيلا لك باسم أبو العنين من محافظة المنوفية.